هذا لا يعني أننا نعطي بصك أبيض على السلطة، لا، السلطة أمامها مسؤوليات. السلطة دائما أقول على الرئيس تبون أن يحدث القطيعة مع النظام، نظام بوتفليقة يحدث هذه القطيعة، ولكن ما يحدث الآن ليست قطيعة، ليست قطيعة. يجي وزير ولاصق راسي باسم الحكومة يشيد بالدبلوماسية في عهد بوتفليقة، يشيد كثير من الأمور من عهد بوتفليقة. وزير المجاهدين كان من قبل، واش يقول راه قال لي واحد أن الله تعالى أرسل محمد رحمة للعالمين وأرسل بوتفليقة رحمة للجزائريين، رغم أنه ما فعله بوتفليقة في الجزائر أسوأ من الإرهاب في حد ذاته. لذلك إخواني الكرام، أن نحن قلنا أن نمر بمرحلة صعبة، وهذه المرحلة ليست سهلة. هناك الجزائر ستواجه، انظر، الجزائر ستواجه ضغوطات بسبب التطبيع. إدارة ترامب، أنا في اعتقادي كل المعطيات تقول بأنه سيمر إلى عهدة رئاسية جديدة، وإذا مر عهدة رئاسية جديدة لن ينهيها إلا بتطبيع أكثر عدد ممكن من الدول. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك ملفات، تحديات كبيرة. الجزائر عندها حدودها مع ليبيا، ليبيا راح تكون بؤرة نزاع خطيرة بين قوى كبرى. فرنسا ما تلعبش هناك، تركيا ما تلعبش هناك، أمريكا لن تتأخر. أمر آخر عندما مالي، وأنتم تدركون ما حدث مع مالي، زيد منطقة الساحل والصحراء كلها زيد أروح من هنا جهة الغرب الجزائر، عندك ما الصحراء الغربية والمشاكل مع المغرب، أيضا من هنا في الأمام في جهة الشمال على البحر الأبيض المتوسط، ربما مستقبلا ستأتي مرحلة أخرى، فرنسا وحسابات أخرى في قضية ترسيم من الحدود البحرية وكذا وكذا، ستنفجر مثل هذه الملفات لاحقا. في الداخل عندك ملفات ملغومة، عندك حركة انفصالية في منطقة القبائل، هذه الحركة الانفصالية هي مدللة هنا في فرنسا، عندك جماعات، عندك كل تطير، عندك فساد، عندك عصابة متغلغلة في دواليب الدولة ما زالت تمارس الفساد، وما زالت تستعمل كل الطرق لإسقاط هذا، إسقاط تبون وإسقاط حكومته والعودة بطرق مختلفة. كل هذا رجال مال وأعمال، المهددين كلهم، أغلبية الأثرياء، نعم أغلبية الأثرياء الذين ظهروا في عهد بوتفليقة كلهم بالفساد، وكلهم يدركون تماما إذا الجزائر أعلنت ثورة ضد الفساد سيطالهم الفساد، سيطالهم العقاب، عفوا، سيطالهم العقاب، سيطالهم القضاء. لذلك الآن يعملون بكل ما في وسعهم لنهاية إنهاء أو القضاء على هذه، بل أنه حتى في المؤسسة العسكرية هناك ما زال جنرالات عندهم متورط في الفساد، بلا أدنى شك سيعملون على حماية أنفسهم. التورط في الفساد مش سرق المليارات، وتلقيه الدقات على الأرض، سكنات الأولاد بطرق غير شرعية، هذا كله فساد يا جماعة. الفساد مش وقت تدي مصانع وتدي مليارات، حتى كي تدي سكنات بغير حق لولادك وهم ما عندهمش حق يعتبر فساد، حتى كي تحط ولادك في مناصب هم مش أهل لها يعتبر فساد. تروح شوف الخطوط الجوية وما كتبها هنا في, 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 في أوروبا وفي في غيرها، درك تشوف غير ولد فلان وفلان. روح للقنصليات، درك تشوف غير ولد فلان وفلان، ولد الزوالي ما يخدمش، كل هذا فساد. لو أن الجزائر تعلن حرب حقيقية على الفساد نسبة كثيرة راح توصل درجة محتاجة يوما ما تسترجع المال وتدير عفو شامل، لأنه إذا ما دارتش عفو شامل نص ولا أكثر ولا 75% من البلاد لازم لهم يحطهم في السجن، لازم لها تغطي جزء كبير من الجزائر باش وتكتب عليها راهي تحت 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 الإقامة الجبرية. إذن الوضع راهو صعيب، الوضع راهو مش سهل يا جزائريين، راهو ليس كما تتوهمون، الوضع صعيب بزاف. والجزائر راهي كي شعرت معاوية بين المحنة والمنح، خيط رفيع، أي غلطة تكون بحقها. لذلك خلينا في المسار الشرعي، مسار هو المسار الانتخابات. خلينا نحن ضد الدستور مثلا، نرفض ونجهض عن طريق صناديق الاقتراع. الناس فيهم ناس لما فشلوا في كل المخططات الآن يريدون أن يصنع أي حدث يجي يحاول يستغل ويصنع منه فوضى بأي طريقة كانت، لأنه الهدف هو الفوضى مش الهدف هو التغيير.
لو كان هدفهم التغيير. عندما أتاحت المؤسسة العسكرية قالت يا جماعة يلهو يلهو أمامكم ديروا التغيير اللي تحبوا، ماذا فعل؟ ما مشاوش في هذا الخط لأنه ما يخدمهمش، لأنهم كرهوا القايد صالح. علاش؟ مش أنه قايد صالح كان عنده ملف أو عنده ملفات فساد أو كذا كذا كذا، لا لا لا، هذه كلها كرهوا القايد صالح لأنه لم يسمح للمؤسسة العسكرية أنها تقتل الجزائريين. هم كانوا حابين الجيش يقتل الجزائريين، يطلعوا آه والجيش يرجع يقتل في الجزائريين، يزيدوا يصبحوا الملفات القديمة وتصبح بكذا كذا كذا، تنفلت الأوضاع وتصبح الجزائر من؟ بدل أن الجزائريين الآن عندهم رئيس يخطب في الأمم المتحدة وعندهم انتخابات وعندهم كذا وكذا واستفتاء ويعالجوا في الاستفتاء تاعه بكل حرية، يا نرفض يا أهلا وسهلا، راهم الآن يجتمعوا كما اجتمعوا في سانت إيجيديو، يجتمعوا في أخرى، وربما يلتقي التركي مع الإيراني مع الأمريكي مع الفرنسي مع الألماني مع الإسباني، ويلتقوا في دول ويتناقشون الأزمة الجزائرية. إذن إخواني الكرام، أن يجب أن تفهموا حدود المسؤولية، لا تتبعوا كل نعم. الوضع صعب والوضع راه حساس، والوضع في الجزائر يتوقف عليه مشروع، هذا المشروع يسمى مشروع الفوضى، الفوضى الخلاقة اللي هي أصلا الفوضى الهلاكة في العالم العربي. عندما وصل الجزائر وتوقف وأفلت من بين أيديهم مسار آخر لتحقيق ما يريدون، ها هم يعملوا كل ما في وسعهم من أجل أنه يدخلوا البلاد في حيط، وهذا هو هي غايته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.